تتواصل سهرية العيد على قناة حنبعل في أجواء حلوة برشا، متواصلين معاكم، اقعدوا معنا ما تزبيوش دائما وأبدا، برشا جو، برشا فن، برشا غناء، برشا حاجات حلوة، برشا برشا مفاجآت على قناة حنبعل في سهرية العيد. من المفاجآت واللي فنان نحبه برشا، فنان قدير في فنه، تعرفوا اللي الفن الشعبي اليوم عنده أهمية كبيرة برشا برشا برشا، هو فنان من الأوائل في الفن الشعبي، نجم نقول سعيد باستقبال الفنان منصف بن سعيد. ما زلت ولد عروج ولد بادي، أيوة يا وما زلت فارس حر، ما زلت شراب العدو في البر، يا وما زلت اللي يشهدوا في البر، مخبر سواق عذر من غادي. وما زل للخاين وناوي غدري، مخترس واقع ذرة من غادي. وما زلت للذي ما يدري، نبزع نهار الحرب فوق جوادي. ما زلتنا يا جملكم، وما زلتنا يا النورة محفلكم، بقناي في اللي تطلبوا ندللكم، نيخالكم في يقظي ورقادي. يا وما زلت بالسهرات ما نبخلكم، انتم اصحابي واخوتي واولادي. هيا هيا هزعقوني البراجيل، هزعقوني
عقول البراجين شبيات
برافو سي المنصف، برافو سي المنصف، يعطيك الصحة. أنا عندي سؤال، جونا البدوي هذا الشعبي، الجو اللي مازال عنده جمهور في الأعماق في تونس الأعماق؟ عنده جمهور، جمهور معناتها سمية برشا هذاك الوش. أنا ديما عندي فقرة متاع نعم عنده جمهور في برنامجي، عنده جمهور وعنده هو اللي كان يتنحى الفن الشعبي من 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 من, من تونس بصفة عامة، اللي هو تراثنا أي. واللي هو نتاع النجوع نتاعنا ومتاع الاصاله نتاعنا ما عادش فن. باهي، كي نقول لك انا شكون الاول توا في فنكم انتم؟ ما تقوليش ما نعرفش لا 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 وما فماش شكون الاول، فما الاول كي قلت اسماعيل الحطاب سيدي هذاك الله يرحمه هذاك الاول توا في الموجودين لول. وربي يطول في عمركم. والله برشا توا كي نقول شكون؟ اعطيني الاسماء اللي تراهم انت. عندك سي محمد بن محمود اصيل السواسي. محمد بن محمود اي. عندك سي فتحي البصلي. فتحي البصلي ايه. عندك سي عبد اللطيف الغزي. عبد اللطيف الغزي. عندنا سي رشيد المجري. رشيد اللي هو المجري اي. سي نسيت سي محمد الشرني. محمد الشرني ايضا. عندنا سي تو شبال طالعين كيما الشاب سليم. كيما الشاب سليم انت وين تحط روحك فيها؟ انا اخويا انا كيما قال اسماعيل الحطاب ايه. اش قال؟ قال الصنعه بحر ايه. وما حاز احد، واللي عنده كل حد عنده جمهور وكل حد عنده ثنيته. وقال دزيتيني هاني جيت. وقال اسمعي اللي تحب تغني دير ثنية خصوصي ليك. لا انا نحب دزيتيني هاني جيتك بطلب من الجمهور. حاضر. قالوا لي كي تجيب المسي المنصف قول له يغني لنا اسماعيل الحطاب. حاضر الله يبارك. نسمعوها؟ شرفنا. يلا شكرا لك.
النوم دايما همريض يا غالي ما يجينيش النوم ما يجينيش النوم عيد والله تزغريت حلو غدوة عيد ان شاء الله ربي يجعلها يلا تحبك تعيد على جمهورك وعلى عائلتك ان شاء الله عيد سعيد وعمر مديد على الجمهور متاعني وعلى فاميلتي وعلى كل من يتبع فينا وعلى شعب التونسي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن وعلى قناة حنا بعل وعلى الجمهور العزيز وعلى الفنانين وكل إن شاء الله عيد سعيد. شوف شقول لك أنا كي تجيب حذايا ديما نبدأ فرحان بيك حتاني. ونعرف أني أنت من الأصوات أنا رب. نعرف نطلع لسوسة ونقابل أصدقائي في سوسة ونعرف النجومية متاعك اللي يسر. موجودة في الساحل الكل وطبعا في تونس أيضا ولكن ربما في المنطقة ذيك أنت الحق. النجم كبير وتبارك الله عليك وصوت متميز وان شاء الله دائما الى الامام ختامها مسك ما نعمل تو اغنيه اخرى ختامها مسك أي. يلا شنو باش تغني لي باش تغني تو اغنيه جديده جديده أي. يلا تفضل لاي والله والله نازيك
ونتفكرك في منامي، نتفكرك في منامي يا حبيبي. الله الله. والله مانيش ناسيك ونتفكرك في منامي، حبك وهجرك وداعيك داعيك، حير علي غرامي يا مبرك نهار نلاقيك، مبرك نهار نلاقيك تسهل وحش خالي. طل الرجايا ويلي وحش الغرامة سالي، هبيت ما جيتيني في برم وحش خالي، طل الرجايا ويلي وحش الغرامة سالي، وحش الغرامة سالي، هبيت ما جيتيني في برم وحش خالي، هيا هيا ويلي.
ولا اهتمام يا جماعة ولا لا حي منهم ينادي هيا لخضرا مبروك على التوزيع. شكرا سي المنصف.